انتبهوا انتبهوا يوم عرفة. هذا اليوم ليس يوما للجوال، اغفل هاتفك. هذا اليوم ليس للتسوق، هذا اليوم ليس للراحة، هذا اليوم ليس لضياع الوقت. هذا يوم شرفه الله، هذا يوم عظمه الله، هذا يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات أهل السماوات. هذا يوم يعتق الله عباده من النار، وأعظم الدعاء دعاء عرفة. فاستغل هذا اليوم، وأنفاسك استغلها في هذا اليوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يجمعون دعاءهم ليوم عرفة، وكان منهم من يقول: ما دعوت الله بيوم عرفة وما دار الحول أي السنة إلا واستجيب لي. واستغل عشية هذا اليوم، أي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، واخلو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وارفع يديك وادع الله سبحانه وتعالى، فإنه سيستجيب دعاءك ويثبت قلبك. وارفع أمنياتك إلى الله سبحانه وتعالى، اترك الدنيا كلها في هذا اليوم. كم لدينا من أمنيات وحاجات، فإن كانت ليلة القدر غير معروفة، فيوم عرفة معروف لديكم. ولا تنسوا المسلمين من الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها.